تمر الذكرى 80 على تأسيس الجيش الوطني الليبي والذي تنادى به أنذاك الأمير إدريس السنوسي من مهجره في مصر خلال اجتماع بالأسكندرية حضره ما يقارب من 40 شيخا من شيوخ القبائل المهاجرين إلى مصر إبان تصاعد جرائم الاحتلال الإيطالي وبعد إعدام شيخ الشهداء عمر المختار وذلك في أواخر عام 1939 ميلادي والذي سمي في وقتها بالجيش السنوسي. وفي يوم 9 أغسطس وخلال اجتماع آخر في القاهرة صدرت قرارات تم بموجبها التأكيد على دخول الليبيين في الحرب إلى جانب الحلفاء بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ضد دول المحور ألمانيا وإيطاليا. ويعتبر يوم 9 من شهر أغسطس عام 1940 ميلادي هو بداية تأسيس الجيش الليبي الفعلي. ففي أثناء المعارك الدائرة بين الجيش 8 البريطاني وجيوش المحور احتاج إلى عناصر عسكرية تنضم لأرتاله المحاربة، وافتتح على إثر ذلك معسكر لتدريب المتطوعين الليبيين في منطقة أبو رواش بمصر، كما اتخذ الجيش راية قتالية مستقلة له عن بقية تشكيلات الجيش البريطاني وهي راية برقة تحت قيادة الأمير إدريس السنوسي. وقد ساهم العديد من المجاهدين الليبيين المهاجرين إلى مصر في تدريب تلك القوات، وكان لهم شرف المساهمة أيضا فيما بعد في تأسيس الدولة الليبية دولة الدستور والقانون. واستمرت مشاركة الليبيين في القتال ومطاردة فليل قوات الاحتلال المنسحبة باتجاه الغرب حتى أحكمت جيوش الحلفاء السيطرة على الأراضي الواقعة غرب سرت، ومن ثم تحرير مدينة طرابلس في شهر يناير عام 1943 ميلادي. بعد أن وضعت الحرب أوزارها كان لرجال الجيش الليبي دور مهم جدا، فقد تكونت الكوادر المدربة التي أمكنتها أن تقوم بمهام إدارية في بلد كان يعاني فقرا مدقعا ونقصا في الخبرات، وكان ينفض من على كاهله تراكمات أعوام طويلة من الاستعمار الإيطالي الغاشم. كما تحولت وحدات من الجيش إلى قوة شرطة عهد إليها حماية الأمن وعرفت باسم قوة دفاع برقة التي كانت نواة الجيش الليبي الحديث لاحقا. وبعد نيل ليبيا لاستقلالها في 24 من شهر ديسمبر عام 1951 ميلادي بدأت الحكومة الليبية في تفعيل الجيش وإرسال البعثات العسكرية للخارج، كما أنشأت مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 ميلادي لتخريج دفعات سريعة من الضباط إلى حين عودة المبعوثين من الخارج. وفي بداية العام 1955 ميلادي تكون جيش ليبي ولكن صغير الحجم ولا يزيد عدد أفراده عن 2000 جندي وضابط. ثم افتتحت الكلية العسكرية الملكية ببنغازي سنة 1957 ميلادي، وكان الالتحاق بالجيش تطوعيا لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات لتمضي مسيرة الجيش ضمن مراحل مختلفة، حتى وصل تنظيم الإخوان الإرهابي إلى مقاليد السلطة ليحاول إلغاء الجيش وتأسيس كيانات موازية وميليشيوية، ليأتي بعدها نداء الشعب للقائد العام المشير خليفة حفتر لمحاربة الإرهاب الذي جثم على صدور الليبيين وعاث في مدنهم فسادا، ليستجيب المشير ويعيد بناء الجيش وإنقاذ مؤسسته العريقة بكل قوة واقتدار. أبو بكر العقيلي لقناة ليبيا الحدث.